ארבע, שתיים, מטוס, אחד. المجتمع الدولي لا يزال عاجزا عن وقف ما يجري في قطاع غزة من فظائع يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهر. أكثر من 10,000 ضحية، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 25,000 مصاب، بينهم أعداد هائلة في حالة صحية حرجة لم يكفي لهز ضمير الإنسانية بعد. عشرات المستشفيات إما خرجت عن الخدمة وتوقف العمل فيها، أو دمرها القصف الإسرائيلي المتعمد بحجة إيواء عناصر من حماس، وما تبقى من مستشفيات فليس أمامها سوى ساعات لتخرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، أو بسبب الإنذار الإسرائيلي لها بالإخلاء تمهيداً لقصفها. العالم يراقب بصمت، المواقف لا تزال خجولة، الآراء إزاء ما يجري من فظائع وصفتها الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية وحقوقية دولية بأنها ترقى إلى مستوى جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة لا تزال ضبابية. النازحون من القطاع إليه تجاوزوا 70% من سكانه، ما يعني أن 1,600,000 فلسطيني أصبحوا في عداد النازحين بلا مأوى أو غذاء. منظمات الإغاثة تعمل بما تبقى لديها، والذي لن يكفي إلا لساعات. القتل تجاوز الأطفال والنساء وجميع فئات المدنيين، وطال العاملين في المنظمات الإغاثية الدولية. أصوات الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة منها لا تسمع. كل ما يجري بعد أكثر من شهر يؤشر حجم الكارثة الإنسانية المحدقة بقطاع غزة.